الدورة والله مرة جميلة وحلوة مرة يعني، وفيها كل شيء وشرح حلو مرة إن شاء الله تبارك الله. نصيحتي لكم، البنت لما مثلا تكون ما هي فاهمة، أو إن يعني مثلا مرت الأيام وتحس نفسها مو فاهمة وكذا، لا تحطم نفسها بكلام سلبي، يعني مثلا تقول أنا غبية أنا ما أفهم أنا، لا بالعكس يعني، بالعكس يعني أنتي قاعدة تحاولين وقاعدة تجاهدين وقاعدة تكافحين عشان توصلين للي تبغينه، يعني بدون ما أنك يعني تترددين وتقولين أنا ما أقدر، ولا بالعكس يعني. أنا الفترة اللي قبل كنت مرة مرة عجزانة، ليش؟ لأن أنا بعض الناس اللي خلصت قدرات متأخر، فاستنفذت طاقتي في القدرات ومرة ما قدرت يعني إني أشحن طاقتي سريع سريع عشان إني أجل تحصيلي. واللي عندها مسؤولية وشغل بيت وكرف، والله العظيم والله 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 هنيئا لها بالأجر والله العظيم. يعني أنا الآن ماخذة تقريبا مسؤوليات أكبر واحدة، مع أني يعني عندي أخت فوقي، بس والله العظيم يعني مهما بذلتي ومهما ساعدتي أهلك وقدمتي لهم المساعدة، والله العظيم تلقين التوفيق قدام عيونك. في جنود في هذه الدورة، جنود خفيين صراحة عندك موجودين في البيت، اللي هي أم أنس، والشكر الشكر الخالص لها، والجندية الصغيرة اللي هي لينا كانت تصحنا صراحة وقت ما كنا ننام، وأم أنس كانت تعتبرنا بناتها أصلا، من كثر ما أنها كانت تعطف علينا ويعني تقول هون عليهم. الله يجزاهم ألف ألف خير، الله يبارك لك إن شاء الله في وقتك وفي جهدك اللي سويته مع البنات، ويجزاك عنا خير الجزاء. ما قصرت والله، والله ما قصرت، ما لك منا صراحة إلا الدعوات. جزاك الله خير، والله يشفي أم أنس إن شاء الله ويخليها لك ويسعدك إن شاء الله. للأمانة إن شفنا أثر الدورة على بنتنا وما قصرت، والله يرزقهم إن شاء الله الدرجات اللي يبغونها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وعقبال ما ينقبلون في الجامعة. وما راح ننساك يا دكتور والله من دعواتنا، جزاك الله خير والله، الله يجزاك الجنة.